في تعز أيضا حذر مدير صندوق النظافة والتحسين في تعز المهندس وائل المعمري من وضع بيئي كارثي يهدد مدينة تعز، والذي تعود أسبابه للاختلالات الإدارية والمالية والفنية. وأوضح المعمري أنه إلى اليوم لم يتم توريد أي مبالغ مالية إلى حسابات الصندوق في البنك المركزي بسبب الإخفاق في إيجاد صيغة توافقية تكفل إيصال الإيرادات إلى حسابات الصندوق. كما تلاحظون الوضع البيئي في المدينة كارثي بفعل الاختلالات الإدارية التي أدت إلى اختلالات مالية وفنية كبيرة. حتى يومنا هذا حساباتنا في البنك المركزي لم تورد إليها أي مبالغ للأسف الشديد. الخطوات التي بذلها نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية كانت جبارة، لكننا أخفقنا في إيجاد صيغة توافقية تكفل للإيرادات ووصولها للحسابات الشرعية في البنك المركزي. لهذا كل هذه الحملات تقوم الآن على عاتق المنظمات والجمعيات، وهناك عمل محدود لصندوق النظافة والتحسين. كنا نتمنى أن يكون هذا العمل أكثر وأشمل وأكثر جدوى، لكن للأسف الشديد هذه هي أحوالنا في تعز. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.